خد بالك من السلمتين اللي جايين دول يا باشا، خدهم على طرف صوابعك. وهم يعني الدرجتين دول هم اللي مزعلينك قوي يا اخ فتحي؟ ما انا بقالي 5 ادوار طالع على رجل واحده. ما قلت لك استناني تحت وانا هجيبها لك لحد عندك. لا معلش يا خفيف، انا احب عين كل حاجه على الطبيعه. طب منت بقى وراجع لك. اتفضل. يا دكتور وصلت لحد فين؟ يا عم فتحي حرام عليك، حرام عليك، بقى كنت عايز تلطعني تحت وتحرمني من الجمال والقبقة دي كلها، ده انت مريض. جمال؟ جمال ايه بس يا دكتور؟ دي عشش العربجية والسريحة وحواري العشوائيات، أما لو ربنا كرمك كده ودخلت شقة في المهندسين ولا فيلا في جاردن سيتي، هتعمل ايه بس؟ تجيلي كرشة نفس. وربنا دمك زي العسل، بس على فكرة أنا مش مصدق إنك دكتور. والله ولا أنا، بس هنعمل إيه بقى؟ أهي الدنيا كده، ساعات تعمل حاجات غريبة بلاش أي معنى. يلا بقى طمن قلبي، متعني برؤية الحبيب يا مجرم يا سفاح. اتفضل يا باشمهندس. اتفرج وافرز. الله أكبر الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله على السلامة يا غالية. انا سعاده الباشا يا 6000 مرحبا طامع ناب وسهل البهوان. شفت ايه يا عم انت تتهرج؟ سعادتك احنا تمام التمام وزي الفل وكله في مجرى القانون، دي رخصه السياحه. دكتور سليمان العريني تعرفه؟ ايه اللي اعرفه؟ في حد في مصر كلاتي ما يعرفش الاستاذ فؤاد عوني؟ دي اجدع مزيكاتي خلقه ربنا. مزيكاتي؟ اه معلوم، اصلا عدم المؤاخذه راجل سميع، دماغي دي بقى يعني فوق. يا ماستر لو سمحت. ايه انت كمان يا حاج؟ احنا نقصد تعرف عنوان الاستوديو بتاعه؟ مش هو شخصيا يعني، اصل العمارات هنا كلها شبه بعضها. اه العنوان. العنوان في قفايا عدل. قفاك؟ قفاك ازاي يعني؟ الاستوديو بتاعه في العماره دي واني البواب بتاعها. لا مش ممكن. مش ممكن بجد، انا مش مصدقاك، انا مشوفتش كده، انت اوفر اخر حاجه. ايه ده؟ أمر يا أمر، أي خدمة؟ تمام يا باشا، هو ده البيت سعادتك. بتقول الواد اسمه إيه يا ابني؟ اسمه فتحي يا باشا، فتحي عبد العزيز شبانه. نبعت حد يجيبه يا فندم؟ جيب حد إيه يا إبراهيم؟ هو مسجل ولا سوابق؟ ده دكتور لازم أطلع أجيبه أنا. إيه اللي جاب الراجل المنطقة أصلا؟ احنا لسه هنبسبس يا عم فتحي، ما الموضوع يتقال في كلمتين، الفرد شرد عن القطعيه في التماسي وانت حبسته بشويه غله، وانا دلوقتي جاي علشان افك حبسته بالاصول. لا عدم المؤاخذه يا دكتور، انا ما طمعتوش. لا طمعته يا فتحي. طمعته يا فتحي، الحمامه دي نبيها ومتربيه كويس قوي ومستحيل تحط على عيب غريب، وانا مش هتوه على فرد انيته وفرخته على ايدي. ايوه يعني بس. عارف اللي هتقوله يا عم فتحي، عارف اللي هتقوله. الفرد ده نادر حبتين وماره حراق، وانا عنايه ليك، اللي هتطلبه هتاخده دلوقتي حالا فوقيه بوسه ومن غير فصال. لا بقى، العمليه دي ما تخشش دماغي ابدا، دكتور مين يا عم الحاج؟ ده انت برمت دماغي ولفتها في 5 دقايق بس، ولا اجدعها تاجر في الجماليه وشارع الجيش. ما تخلص بقى فتحي، ارمي بعضك، خلينا نخلص. عشان خاطرك انت بس ورقتين كبار، تعرف لو حد تاني؟ لا 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 لا، ورقتين كبار ده ايه؟ انت برضه مقامك 200 جنيه يا عم فتحي. لا انت مقامك عندي اكبر من كده بكتير. امسك يا فتوح. 500 اهيف؟ يا نهار ازرق،
تصدق بالله؟ لا لا الا الله. انا لو واحد خطف مراتي وجه عشان يساومني عليها وربنا ما ادفع فيها الفلوس دي كلها. يا عم ولا انا. دكتور سليمان بشرف صل عليك. مساء الخير. دكتور سليمان العريني؟ ايوه يا فندم. انا سيادتك مين؟ المقدم حسام خليل. مين؟ انت متاكد يا رمزي؟ طب امتى حصل الكلام ده؟ في مستشفى ايه؟ اشمعنى يعني مستشفى العريني؟ طب انت فين دلوقتي؟ لا 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 خلاص يا سيدي خليك انت، انا حابب حد يكون صريح عندي هنا. يلا سلام. هدى امر يا فندم. اديني ارقام مستشفى العريني، موبايلات وارض بسرعه. حاضر. يا تامر مين اللي سرر عندك؟ ها؟ طب اسمع، ابعت لي ازكاهم واخفهم حركه. يا سيدي امين عزام نقلوه مستشفى العريني، شكله بيودع. قول يا رب. عندنا في المستشفى بتاعتي من 3 ساعات والحاله في منتهى الخطوره. يا نهار اسود، تلاقي البوتاجاز شايط على الاخر. فندم لا ما تاخدش فلسفه. طب يا ريت نتحرك بسرعه جدا لاني ما عنديش وقت اضيعه اكتر من كده. يا سيدي ما تقلقش قوي كده، هو في وزير بيموت في البلد دي. فتحي عمر يا باشا شوف لي وحيت ابوك تقفيصه. بلاش تقفيصه، شوف لي اي كرتونه بسرعه كده بس خرمها لي عشان النفس. حاضر. نفس يا ايه يا دكتور؟ ايوه النفس طبعا. امال ايه حضرتك تفطس؟ يا مين دي اللي هتفطس؟ الحمامه حضرتك. ايه مش روح دي كمان زي روح معالي الله؟ خلاص خلاص يا دكتور، روح يا ابني هات له اللي هو عايزه. تحت امرك يا باشا. على فين يا دكتور؟ هجيب عربيتي. لا معلش، حضرتك هتركب جنبي هنا وهنستأذنك في مفتاح عربيتك لواحد من الرجالة يوصلها لك لحد المستشفى. وأنا مقبوض عليا ولا حاجة؟ لا طبعا، احنا بس عايزين نريح حضرتك وعايزين نجري شوية عشان نعوض التأخير اللي حصل ده في الطريق. حمدي امر فندم. خد المفتاح من الدكتور. تحت امرك. المفتاح لو سمحت. اتفضل يا سيدي. طب وحياه ابوك بقى حموده، علشان بس في مطب رزق القهوه على نصه القهوه، بقى خده كده 7 في 8 لحسن العفش قفشه. يا دكتور عفشه ايه؟ احنا متاخرين. اتفضل حضرتك. اتفضل يا سيدي، مش انتوا اللي عاملين المطبات دي؟ والله العظيم بركب يا ريس، العربية حتى قدامي اهي. ما تقلقش حضرتك، نص ساعة وهبقى في قلب المستشفى. حاضر يا ريس، حاضر. مع السلامة. خايفه قوي يا موني، حاسه ان لو قعدت قدامه صوتي مش هيطلع. لا يا فلحه اطمني، انت بس اول ما تقعدي قدامه كده قولي بركاتك يا شيخ حسان وانت هتلاقي نفسك شغاله احلى شغل. طيب طيب، هي البروفه دي هتخلص امتى يا مادموزيل؟ سوري دي بقى انا ما اقدرش احددها لك خالص، وبعدين انتوا مش قلتوا ما وراكوش حاجه وعندكم استعداد تستنوا؟ طبعا نستنى جدا. وي ار فري. في ايه يا شهد؟ احنا ما صدقنا ان هو وافق على الميتنج ده اصلا. وبعدين ما المفروض يا بنتي ان انتي بايته معايا ومامتك لا معاها رقم تليفون البيت ولا حتى الموبايل بتاعي، يعني كله بيسكت تانية فقريه. يا دي الفضيحه، يا دي الفضيحه، ادويها ازاي الكارثه يا ربي؟ ادويها ازاي؟ ادويها ازاي؟ لسه قافل تليفونه يا مصطفى؟ للاسف يا دكتوره لسه قافل تليفونه. وحضرتك عايزه منه ايه دلوقتي؟ ما حسام بيه بلغنا انه وصل له وعرف مكانه وجايين في السكه. ده مكان ياسر؟ ده مكان يجيبوا منه اكبر دكتور قلب في البلد؟ ده انا بكره سيرتي وسيره المستشفى هتتحكي على الربابه في الجرايد والفضائيات. انتي قلتي لي فين قهوه ارقش دي يا ست نجوى؟ برقش حضرتك. يا بنتي ما تفوريش دمي، انا مش ناقصاكي. فين القهوه زفت دي؟ في السيده.
أني سيدة فيهم؟ ما بيروحهم كلهم. زينب، في السيدة زينب. زينب، طيب تقدري توصفي لي المكان ده عامل ازاي؟ شكله كده يعني ايه؟ هقول لحضرتك، هي على نصي حارة متفرعة من شارع بورسعيد، جنب منها كده فرن بلدي وسنترال ودكانة فسيخ يا مصطفى، فسيخ. هاتلي حباية فاليوم يا ياسر، اي حاجة، لان دماغي هتنفجر. يا دكتورة هدي نفسك ارجوكي، كل حاجة هتبقى تمام. لا تروح فين؟ دي هتفضل هنا لحد ما نخلص من المصيبة دي. انت عاوزينها تمشي في المستشفى تبرطم بالكلام ده وتنشر الفضيحة لكل الناس؟ ليه كده يا دكتورة؟ ده انا لساني كان يتقطع قبل ما ينطق بكلمة تأذي الدكتور سليمان. طبعا، وانت عندك اغلى منه. مش هو اللي جابك من جنب الفرن ودكان الفسيخ وشغالك عندي هنا؟ طمني يا دكتور صفوت، ايه الاخبار؟ استقرار نسبي، لكن الجلطة امباكتد يا دكتورة، مش هتستجيب للعلاج بسهولة. احنا قدامنا ساعتين بالكتير ولازم ناخد قرار.